مثل ما شايفين، اول ما وصلت الموديل فستانة ابيض صورها على باك جراوند بيضاء. فالسؤال الان، كم فلاش بدنا نستعمل؟ شو نوع الاضاءه اللي بدنا نستعملها؟ كيف بدنا نصور الموديل؟ خلينا نبدا نحن وياكم فعلا 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 معمل تيست. واول مره بشوفك امينه، صح؟ حتى ما شفت الميك اب كيف كان. طيب امينه، حناخدها على نحاول ناخذ كروبات بورتري، ونحاول كمان ناخذ ان شاء الله نقدر ناخذ الفول بودي. فاول شيء حاستعمله حاخذ سبليت لايت. سبليت حطه على 600. اذا عم بستعمل بعدني كاميرا زد 6 24-200 مثل ما قلنا. عدسي حتصلح معي لكل شيء، حقطع فيها بورتريه، حقطع فيها فول بودي. وبعدين حنشوف اذا حناخذ كمان كلوز. اول شيء لما بكون عم صور ابيض، نحن تعلمنا لما نصور ابيض على خلفيه بيضة لازم يكون عندنا شو؟ اثنين فلاشات من ورا. هلا انتم صرتوا بمرحله البرو، ما عادش بدي اخذ فلاشات اثنين من ورا، حاخذ فلاش واحد اللي هو سبليت لايت، وحنقول هيدا سبليت لايت شو رقمه A. فححط سبليت لايت مشان يعطيني ديجرادي على الخلفيه، فححطه بين العروس اوكي. اذا انا حاخذ لضوي شوي الخلفيه، شوفوا كيف عملت انحناء 45 بين الخلفيه عبال اللي عايزين ان شاء الله. حنعمل انحناء بين الخلفيه وبين العروس. ها؟ فاذا اول شيء ما بيهمني شو عم بيطلع معي الضوء، يعني حاولوا معنا تبنوا الاضاءه مثل ما نحن عم نبنيها معكم. ما بعرف كيف طالع الضوء، المهم حطيته هذا الفلاش هو A. هحاول اخذ بورتري اول شيء. يلا معي هون، قرب شوي لعندي، تعطيني شوي هيك لفه صغيره، تعطيني الوجه اوكي محمد، تعطيني الراس لتحت شوي بس لشوف وراها شو عم يطلع. من قدام ما عندي اي مشكله، ما عندي مشكله. بعد ما ركزت الاضاءه الاماميه بدي اشوف الاضاءه الخلفيه. اذا بدي اول فلاش هيدا اي، لانه شوفوا ورا طالع جري. اذا بدي قوي فلاشي لطلع ابيض واحد. ايوه بعد برمي لورا وتعطيني الراس اوكي، تعطيني الراس لعندي كلك لعندي مثل ما انت بس لعندي اوكي. واحد اثنين ثلاثه، اذا صرت على الابيض. بعد بدي ضربه صغيره وبصير ابيض 100% لعندي اوكي. اذا جبت الابيض، خليني اشوف فول بادي. لاحظوا العدسه قديش عم تساعدني، هيدي كانت بورتريه من نفس المكان ما تحركت، عم باخذ فول بادي. اذا ورا اجاني كمان ابيض. اذا في اتجاه صغير للفلاش لانه على الاخر ما عم بصيب، فحعمله هيك بس. اذا مثل ما لاحظتوا، بس بدي ضوي الامام الان، بس لعندي شوي ما ترجع على الفلاش، لعندي ما ترجع لورا، خليك هيك اوكي. يلا واحد اثنين لاخذ الفول بادي. واحد اثنين، بعد ما بلشنا تصوير ها، بس تستيت هودي لنركز اضاءتنا. هيك بنبني الاضاءه، هيك بنبني الاضاءه اوكي. اذا انا بالابيض عاده لما بكون عم صور بورتري او عروس حاخذ اف 8 فتحه 8، الشتر 1 على 200، والايزو مثل العاده 100. اذا عندي الابيض فل، هلا بدي احاول ضوي الامام. اعطيني اوكتا، اذا يا سوفت بوكس يا اوكتا من الامام، وببلش هلا الشغل. هيدا شو رقمه الاستاذ؟ بي. هيداك اي اوكي. البي، انا الاوكتا قد ما فيي برفعها لعملها بيتر فلاي، واقدر صيب كل العروس مع الفستان كامل. فحاعمل الاوكتا هون واخذ البي على 16. خلينا نشوف. اذا يلا عروس، لا لورا ما ترجعي لانه بصيبك هيداك، بصير يجي عليكي ضوء. بعد شوي لقدام، بعد شوي لعندي، رجع لي هذا شوي عرفات بس هون خلص اوكي. هلا انا حاخذ كمان بورتري لاشوف الوجه كيف حيطلع معي. اذا واحد على 16 بورتري ميد كلوز،
بدي ضوء اكثر بالبي. اذا حنزل على 8، صرت 1 على 4. شوفوا الاضاءه هي قديش بتشوفوا عندكم، ما تسالوني الاعدادات، انتم حتعرفوها. الصوره غامقه فتحها، الصوره فاتحه غمقها. اذا وصلت لابيض ورا ومن قدام 100% وايت. يلا هلا نبلش بوزات. اذا اضاءتي ركزت، هلا ببلش باخذ بوزات. هلا شوفوا هي الصوره اللي بدي اخذ فيها لفرجي تفاصيل الفستان من الورا. بعد كمان منشد الفستان لورا هيك هيك كأنه بضربيه لورا. اوكي رائع. هلا كلنا سوا نبرم كلك على الجنب، بس بدي فرجي تفاصيل الفستان مع الكاميرا. الفستان بجنن. لاحظوا من نفس المكان اللي انا فيه عم باخذ 24 200. نعطي شويه مود. اوكي انت عم ترجعي لورا، كل ما بترجع لورا بفوت الضوء ببعضه. طيب بس اذا الان حنكفي تقطيع. يلا بتعطيني، لا ترجع تبرمي لي شوي، بدي اصور الشعر هلا مع الوجه. اعطيني الوجه ميلي وحده. اوكي كثير حلو. 1 2 3 امريكان. اوكي شوفوا تفاصيل الشعر، شوفوا التفاصيل تبع الشعر مع الباك جراوند البيضاء. جريت. بعد لعندي، لاحظوا ال 200 شو عم تعمل. بعد الوجه لعندي، لعندي الوجه شوي كثير حلو. اوكي شوفوا هلا بدي اخذ مع الظهر تبع الفستان. تمام لاحظتوا كيف الابيض تبع الخلفيه مفصول عن ابيض الفستان. اوكي هلا خليني اخذ كمان فول بودي. هون اذا ملاحظين الاضاءه الاماميه كثير عاليه، لاحظتوا؟ فاذا انا لازم سكر عدسي او افتح ضوء او سكر الضوء. اذا ملاحظين التفاصيل الاماميه كلها ضاعت، فانا حسكر عدسي على 11. لاحظوا كل صوره فيني اشوفها دغري مباشره قدامي واخذ فيها الاجراء المناسب. اذا رجعت سكرت عدسي، ايوه 1 2 3. فاذا لما بفتح فول بودي لايكوا كيف تغيرت بس بتسكيره عدسي. شوفوها، شوفوا القبله، لاحظوا كيف كانت تفاصيل الفستان، لاحظوا كيف صارت تفاصيل الفستان. او ليت تاني. اوكي اذا بدي فتحه عدسي، اضاءتي كلها مزبوطه بس يمكن تغمق يمكن تفتح. تمام هيدا عم صور بفلاشين، فممكن انا اعمل اشياء اكثر اذا بحط فلاش ثالث وفلاش رابع، بس انا حبيت اكون معكم للمبتدئين وللي بس اشتروا فلاشين، لانه هيدي السيشن فعليا كانت محضره لزد 50 مع فلاشين، يعني استثمار ما بكلف 6000 ريال، ممكن انت تقدر تجيب فيه وتصوره عرس كامل. اوكي يلا هلا بدك تعديلي بالارض. نحن عم نشتغل على الاي دي يلي هو فلاشات كلها بطاريه عشان نتحرك بسرعه. شكرا محمد على التنويه. لاحظوا هيدي الصوره يلي هي هون انا واقف جنب العروس، بس لانه معي 24 200. شوفوا شو فيني اخذ لعندي شوي هون. عروس تطليعه تطليعه، انت بجنن بوزك خليك. اوكي 1 2 3. كمان بدي تست الاضاءه لانه اضفت. لاحظوا كيف اجت الصوره، صوره رائعه. كمان بعدنا عم نستعمل فلاشين مع باك لايت، نفس الشيء تطليعها بالارض مشان اخذ شوي مع تفاصيل الفستان. ستيبر يا شباب ستيبر. هلا لازم اطلع اكثر من فوق، حاول اطلع اكثر من فوق. كمان مثل ما ملاحظين ما عم غير اي شيء باضاءتي. شوفوا هاي الصوره، بدي افتح شوي عدسي، لاحظوا غامقه شوي، فانا حافتح عدسي. ملاحظين انا معكم، يعني اي صوره بدي صورها بدي اشوف غامقه فاتحه شو بتعنيني ما عندي مشكله. هرجع اخذ ايوه. اوكي 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 فاذا الاضاءه ما هي مشكله عندي طالما انا زبطت اضاءتي. هلا افتح اغمق، حنعملها بسهوله. لاحظوا هون رائعه. اوكي بعد لعندي، طب شوي هيك، نطب نطب نطب. ايوه ايوه بالضبط. ليكو هذا ستيبر الدرجتين اللي حطيته قديش بيساعدني. لاحظوا
هذا سبليت بس اللي عم غيره، انا ماني بحاجه بقى لباك جراوند لايت، بحاجه لفرونت لهير لايت. بما انه هيدا عم بيغطي لي المنطقه هون فهذا اللي بحركه بس. عاده لما بدي اخذ هير لايت صح باخده بمجرد ما تكون العدسه الكاميرا مقابل الفلاش اللي بوجي. يلا تطلع شوي لعندي والراس احني شوي. اوكي اوكي كثير منيح. اذا هيدي شغلات بسيطه جدا، ما شفت حدا بعد صورها، وهي ما بتاخد معكم شيء يعني، بس الباك جراوند الابيض ممدود على الارض، ما عم غير شيء باضاءتي، بس عليت حالي شوي، بعتيت الاضاءه شوي عاليه فيني خفضها. يلا يلا يلا، واحد اثنين اوكي تمام. شوفوا 3 دي، خلينا نشوف هاي الصوره. اوه روعه. شوفوا اوكي، الان حاخذ صوره هيدي بنعملها هيك. اوكي الباك جراوند مش مساعدني كثير، بس بدنا نعمل له كروب، محاول قد ما في ما طلع الباك جراوند. معلش اصبروا علينا شوي بس حتاخذوا صوره حلوه. اوكي 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 بتجنن. اوكي طلعت. شوفوا لبا محمد، فينا نشوفها عرض وفينا نشوفها طول لفتا. اوكي فينا نشوفها هيك وفينا نشوفها باتجاهات اتجاه هيك.